السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله أخوتي أخواتاتي كما كتشوفوا معي غادي نتقاسم معكم دجاج محمر ومدغمر مطيشة معزلة على الطريقة ديال الحاجة نعيمة الطباخة ديال تريتور بحال هي اللي عطاتني الطريقة ديال مطيشة معزلة. إن شاء الله تنال إعجابكم وتجربوها وتعتمدوها حتى نتوما يا بالصحة والراحة. المهم ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله، عندي هنا كما كتشوفوا 600 غرام ديال المطيشة، المهم ثلاثة الحبات كبار. أنا درت كمية قليلة، واللي بغى كمية كثيرة غادي يضاعفوا هاد المقادير اللي غادي نذكر معاكم. المهم بالنسبة للمطيشة كنغسلوها كنقشروها كنحيدو ليها القشرة وكنحيدو ليها الزريعة بهذا الشكل هذا صافي، وغادي نطحنها. المهم غادي نميكسيها بالميكسور أو في الخلاط الكهربائي صافي. هنا من بعد ما طحنتها درتها هنا في هاد القميلة، والقميلة ضروري تكون شي قميلة هكا تكون ثقيلة. غادي نضيف واحد الرشة ديال الملحة وغادي نضيف واحد العويات ديال القرفة بلدية، غادي نضيف واحد ربع كاس تقريبا واحد ملعقة طعام ديال الزيت النباتية، ما ديروش زيت الزيتون، ديرو غير زيت نباتية صافي. غنديرها فوق من النار هكا على بوطة متوسطة، ومرة مرة كنحرك هكا حتى كتنشف ليا من الماء تماما. هنا ملي نشفات كنمشو، ما تغطيو على القميلة ما والو، خليوها عريانة هكا باش هداك الماء يتبخر باش تنشف. غادي نضيف هنايا تقريبا واحد 65 غرام ديال السكر ديال القالب. المهم هاد جوج طوبات عبرتهم عطوني 65 غرام، ممكن تعودوه بالعسل، وبالنسبة للحلاوة كتبقى على حسب الذوق، ممكن تزيدو ممكن تنقصو. غادي نضيف هنا واحد الملعقة صغيرة ديال الماء زهر. بالنسبة للسكر السنيدة ما ديروهش لأنه كيحمض شوية مع القالب، حسن القالب ديال السكر حسن من السكر السنيدة، وممكن تعودوا بالعسل. المهم اللي بغيتو يا اما سكر القالب ولا العسل صافي. وكنخليه على نار مهيله، ما تجهدوش العافيه باش ما يتحرقش لنا السكر. مره مره نحركو هكا صافي حتى كتعسل لينا المطيشه كما شفتوا بهذا الشكل هذا اللي موضح في الفيديو صافي. ملي كتعسل كنطفي عليها وكنديرها في واحد الطبسيل هكا كنخليها تبرد، حيت ملي كتبرد عاد باش ممكن لينا اننا نشكلوها. ملي كتكون سخونه كتكون سايحه ما كتبغيش تشكل، اما ملي كتبرد نقدروا نتحكموا فيها نديروها كويرات ولا المهم الشكل اللي بغينا. بالنسبه للدجاج عندي هنايا في كوكوط، عندي في خيطه ديال الدجاج، المهم قطع من الدجاج. عندي هنا واحد ثلاثه الحبات ديال البصله مشلضه، بصله كبيره، ثلاثه الحبات ديال البصله كبار. عندي واحد ثلاثه دروس ديال الثومه، المهم الثومه راه غير صغير وراه ما حكيتها ما والو غدا تذوب. التوابل عندي الملح حاولوا ما تقووش منه بزاف. عندي واحد اربع معالق ديال البزار، نص معلقه ديال الزنجبيل، نص معلقه ديال الخرقوم البلدي، واحد ربع مكعب ديال الضامه ديال الزعفران. التوابل ما قويتش لان انا دايرين غير ربعه ديال الفخيدات، ما عنديش الدجاج بزاف. ودرت واحد شويه ديال الماء، درت هنايا واحد نص عصير حامضه صغيره، وغادي نضيف هنا واحد طريف صغير ديال اللب ديال الحامض مصير محيد ليه العظم صافي. وغادي نخلي الدجاج هذا يتقلى مزيان على نار اللي تكون المهم مهيله، ما نجهدوش العافيه صافي. ملي تقلات لينا هنايا تقلى لينا هنا الدجاج، ضفت هنا واحد شويه غير واحد راس معلقه ديال السمن هذا ديال الكسكسو، وهنا عندي اقل من نص كاس ديال الزيت مخلطة زيت نباتية وزيت الزيتون صافي. دابا غادي نمرق، مرقت انا غير بكاس، المهم ديروا كاس ديال العنبه الا درتو نفس القياس ديال الدجاج اللي درت انا، وواحد الحزمه ديال القزبر والمعدنوس. انا غير هذاك الكاس زائد هذاك شويه ديال الماء اللي درت المره الاولى باش قليت هاد الدجاج صافي، يعني ما زدتش كاع من بعد صافي. هنا غادي نسد على الكوكوط، غادي نجهد عليها حتى كتبدا تصفر، وعاد باش غادي نقص العافيه كنرجعها مهيله كنقتلها. حسبت تقريبا 20 دقيقه لقيتو طاب، لقيت الدجاج طاب صافي طفيت عليه. هنا غادي نحيد الدجاج باش غادي ندخلو الفران. المهم بالنسبه للدجاج هنايا هاد الفخيدات راه دهنتو غير بشويه ديال الزبده
ودخلتهم في الفران يتحمروا واحد شويه. وهنا التخميره خليتها هنايا مره مره هكا كنحركها حتى كتوقف في الزويته ديالها كتغمر صافي، وكنطفي عليها وغادي نتلاقى معكم في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا ديال اليوم، مدغمر بمطيشه معسله، كيجي من آلة واروع ما يكون. كنصحكم انكم تجربوه وتسجلوا عندكم الوصفه، لان فعلا كيستحق التجربه، وصفه مغربيه اصيله من آلة واروع ما يكون. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ان اعجبكم فضلا وليس امرا ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب. كنقول لكم مع فيديو جديد، مع السلامه.